اوكي يا جماعة، زي ما شايفين اليوم العنوان تاعنا هو The Limit of a Function. تمام، هذا هو عبارة عن السكشن الثاني بالشابتر الثاني. طبعا تذكروا انه الشابتر كان اسمه Limits and Derivatives. بلشنا نحكي عن Limits احنا المرة الماضية هيك بشكل زي ما نحكي سريع، او حتى كمان يعني مش بالتفصيل، يعني بشكل كتير بسيط. واليوم ان شاء الله راح نفوت يعني اكتر بالمفهوم تاع Limit خلال هذا السكشن، وكمان السكشن اللي بعدي 2.2 2.3. تمام يا جماعة، نعتبر حالنا حاليا انه ما بنفهم اشي او ما بنعرف اشي بالليمت. تمام، رغم المعرفة السابقة لكم بهذا الموضوع واللي اخذتوه بجزء على مدار على الاقل نصف فصل كامل بالمدرسة، بس حاليا خلينا نعتبر ان احنا ما بنعرف اشي ونشوف ايش هو هذا المفهوم لهاي الليمت، ونحاول شوي شوي يعني نشوف ايش العبرة منه، يعني ليش انا بدرس الليمت هاي. تمام، هلا بداية قبل ما نحكي عن المفهوم بحد ذاته رح احكي بس عن النوتيشن. والنوتيشن اللي هي معناها الصيغه. احنا دائما لما نكتب الليمت نكتبها بهاي الطريقه، الليمت لا فانكشن معين اللي هو f of x. طبعا x approaches اللي هي ال a، احنا هيك بنقراها x approaches ال a بتساوي l. تمام، ايش معنى هذا الحكي؟ يعني ايش معنى ان لما انا اكتب الليمت ل f ال x، وهنا في عندي تحت هاي ال x وفي سهم لل a وكل هذا الحكي بيساوي l، شو معنى هذا الحكي؟ بداية أنا بقرأه بالشكل التالي، شوفوا كيف we say the limit، هاي the limit of the function f of x as x approaches ال a بتساوي l. تمام؟ هذه بس كقراءة. limit of the function اللي هي f of x لما ال x هاي تقترب لل a as x approaches ال a بتساوي l. تمام، نيجي هلا للمفهوم تاعه. المفهوم تاعه يا جماعة رح نوضحه بمثال، يا ريت حدا منكم يحضر الآلة الحاسبة تاعته معي لحتى نفهم شوي ايش معنى هذا الحكي. لو جيت حكيت لك هلا هذا الاكزامبل، بدي اعطيك f of x اللي هو اقتران معين. تمام، هالاقتران اللي اعطيك اياه هو كالتالي 2 x تربيع ناقص 5 x بلس 2 over اللي هي x minus 2. طبعا هون بشرط انه هاي الاكس ما تكون بتساوي 2، ليش؟ لانه بالمقام، يعني عشان الدومين تاعه. هلا لو اجي انا اسالك ايش مثلا هي اف الاربعة، بس يعني هيك كسؤال ايش هي اف الاربعة، تجي بتحكي البسيطة بعوض مكان كل اكس موجود باف الاكس 4، فبصير معي 2 في 4 تربيع، يعني هون لو نجي نحسبها 2 في 16 ناقص 5 في 4 زائد 2 على 4 ناقص 2، وهذا الجواب كله يطلع على بعضه بيطلع معنا 7. ممتاز. لو اجيت حكيت لك يا سندس احسبي لي اف الواحد، كم بيطلع معك اف الواحد؟ نحكي 2 ناقص 5 بلس 2 على 1 ناقص 2، واللي هي كلها على بعضه بيطلع الجواب 1. تمام؟ طيب لو جينا حسبنا f الأربعة بطلع معي الجواب 7، لو f الواحد 1، لو f مثلا الثلاثة رح يطلع معي رقم، لو f مثلا السالب 5 كمان رح يطلع معي رقم. بس المشكلة بحد ذاتها مش بهاي الأرقام، المشكلة بحد ذاتها لو أجي أقول لك قديش f الاثنين. تمام، أنا بدي أجي أعوض الاثنين، قديش f الاثنين يا جماعة؟ هات نجرب نعوضها أنا وياكم مع بعض. 2 تربيع 4 ناقص 5 في 2 زائد 2 على 2 ناقص 2، واللي هذا تساوي 2 ضرب 4 8، 8 ناقص 10 0 سالب 2 زائد 2 0 والمقام 0 0. قديش جواب 0 على 0 يا جماعة؟ 100 مرة. لا تمام، غير منه. لا 0 0 0. وسندس شو غير حدا تاني بيحكي 0 على 1 قصدي، او العكس هيك قصدي. ايش تاني ايش بدك تحكي؟ لا ايش قصدك يا ابو تينا؟ بلا لا غير معينة، لازم هي غير معينة، غير معينة. على النهاية. حلو كتير، لازم نحكي على النهايات. ممتاز ممتاز ممتاز. شوفوا مبدئيا اللي انت عم تحكوه كله صح. تمام، بالنسبة للجواب تعبتينا غير معينة او لو ايام، يعني بالنسبة قصدي انه كله صح لاخر ثلاثة اربعة حكوا اللي هي انها كمية غير معينة. كمية غير معينة بقصد فيها ايش؟ انه ممكن هذا المقدار اللي هو زيرو على زيرو يكون له أكثر من قيمة. تمام، يعني مش أنه أكثر من قيمة نفس الوقت، لا هو له قيمة واحدة. تمام، لكن هاي القيمة اللي بحد ذاتها أنا ما بعرفها، ممكن مرة تطلع 2، ممكن مرة تطلع 4، ممكن مرة تطلع 10، ممكن مرة تطلع مثلا ما لا نهاية تكون غير موجودة من أساسه.
ولكن الفكرة بحد ذاتها إنه في إلها بيكون إيش ماله أكتر من خيار، كمية غير معينة. ما بقدر إني أحكي إنه هاي القيمة مثلاً بتساوي 2، ما بكون متأكد، في عندي شك بقيمتها، في عندي شك بمقدارها. تمام؟ بالنسبة لك يا منير، لما حكيت كمية غير معرفة، لا، كمية غير معرفة زي المال نهاية، إشي إحنا أساساً مش معرفينه، undefined. تمام؟ أما هاي مثلاً يعني زي مثلاً 1 على 0، تمام؟ 1 over 0 مثلاً، هاي كمية غير معرفة اللي هي مالا نهاية. هاي كان أصدقنا فربس بالضبط. لكن زي هاي 0 على 0، لا، هي كمية غير معينة. أوكي جماعة، هلأ من هون ببلش أنا عندي مفهوم الليمت. طيب F2، ها F2 أنا ما قدرت أعرفها، هي عبارة عن 0 على 0، ما قدرت أني أخذ قيمة حقيقية أو قيمة يعني بالضبط لإلها. شو بروح معمل؟ بحكي طب يا زلمة أنا ضروري أخذ F2. طب لو أخذت مثلاً قبل التنين بشوي، لو أخذت بعد التنين بشوي، هل هذا الإشي رح يعطيني برضو 0 على 0؟ هات نشوف. لو أجيت حكيت لك هلأ بديك توجد لي مثلاً F1.5 اللي هي تقريباً F1.5 قبل التنين بشوي بالضبط. هلأ بذكركم يا جماعة إنه F الـ X شو بيساوي؟ 2X تربيع ناقص 5X بلس 2 على X ناقص 2. تمام؟ هي هيك. سندس طبعا الكمية غير معينة معناها هي إلها قيمة. تمام؟ بس أنا هاي القيمة لسه مش عارفها. هاي القيمة ممكن تكون عبارة عن عادي قيمة حقيقية، عدد حقيقي، حتى ممكن كمان تكون لنهاية، يعني ممكن بالنهاية تكون الكمية الغير معينة هي عبارة عن كمية غير معرفة، ممكن بإحدى الحالات. لكن بشكل عام كمية غير معينة في إلها قيمة بس أنا لسه ما بعرف إيش هي، بدي شوية أشتغل في الموضوع قبل ما أعرف إيش هي. كمية غير معرفة خلاص زي المال النهاية مثلا، زي 1 على 0، هاي كمية غير معرفة، مال النهاية فيش إشي اسمه عندنا مال النهاية، إحنا هذا بس كمقدار كمصطلح بنحكيه لما يكون أنا عندي رقم كتير كبير وأنا ما بعرف إيش هو. تمام؟ هلا يا جماعة شغلوا آلاتكم الحاسبة معاي واحسبوا لي F1.5 لهذا الفانكشن. يلا كم تطلع معكم F1.5؟ بدي F1.5 وبدي كمان يا جماعة F1.9 وبدي كمان F1.99 وبدنا كمان F11.999. هذا ايش بيساوي؟ هذول كلياتهم يا ريت تحسبوا لي اياهم من بعد اذنكم. F1.5 2 الاولى 2. تمام، نسونا من الاولى يا جماعه، اللي بعديها F1.9. اوكي اكيد عم تحسبوها انتم هلا، فخليكم تكملوا. F1.99 هي عباره عن 2.98 مثلا. هاي الثانيات ايش رايكم فيهم؟ الثانيه 2.8 ممتاز. الثالثه الرابعه سوري. اوكي لما تخلصوا احنا حكينا بدنا ايش نعمل؟ بدنا ناخذ ارقام، بدنا ناخذ الصور يعني، لا ارقام قبل التنين بشوي زي ما انا عم بحاول اعمل هلا بهاي الامثله اللي هون، وبنفس الوقت بدي اخذ ارقام وبعد التنين بشوي. فاللي بعد التنين بشوي بدي اياكم تحسبوا لي اياهم كمان. لو اخذنا مثلا F2.5 تمام، لو اخذنا مثلا F2.5 كم بيساوي؟ لو مثلا F2.1 F2.01 وكمان F2.001 هذول قديش بيساوي؟ طبعا هنا بطينا عم تحكي لنا انه الاخير عبارة عن 2.998. اوكي ممتاز. هلا التانيين، هلا مثلا F2.5 حتطلع عبارة عن 4، 2.1 هي عبارة عن 3.2، 3.01 هي عبارة عن 3.02، وآخر واحدة هي عبارة عن 3.002. تمام يا جماعة. هلأ أنا هون بالنسبة إلي ما جبت هاي الأرقام كلياتها من فراغي، يعني أنا هون شو العبرة اللي بديها منها؟ تمام؟ إيش العبرة اللي أنا بديها من هاي الأرقام؟ بس بكرر تاني مرة الفكرة اللي حكيت عنها قبل شوي. لما أنا طلع معي F2 0 على 0 اكتشفت إن أنا هون واجهت مشكلة، إن أنا هون عم بواجه مشكلة. تمام؟ ما قدرتش إني أحسب هاي القيمة. رحت شو عملت؟ أخذت قيم أقل بشوي وقيم أكتر بشوي. قيم أقل بشوي بلشت بالـ1.5 طلعت صورتها 2،
بلشت بعديها مثلا بال 1.9 طلعت صورتها 2.8 1.99 طلعت 2.98 1.999 مثلا 2.998 الفكره اللي بدي افرجيكم اياها انه هاي الارقام 2 2.8 2.98 and so on ولو اخذت لسه ارقام مثلا زي 1.99999 and so on كل هالامور هاي يعني اكثر تسعات اقرب اكثر للتنينها تمام يعني هون انا لما اكثر تسعات بقرب اكثر للتنين تمام فبالتالي كل ما قربت الارقام اكثر للتنين اللي انا عندي كل ما فعليا شو عم بصير هذا الرقم اللي بالازرق عم بقترب لوين للثلاثه تمام شو بنستنتج انه كل ما انا كل ما انا الارقام اللي عم بعوضها جوا الاف شو يعني الرقم اللي عم بعوضه جوا الاف يعني اللي هي قيم الاكس كل ما انا قيم الاكس عم بقرب منها للتنين قيم اف اوف اكس اللي هي عم تطلع من هذا الفانكشن عم بتقرب للثلاثة تمام اذا نقدر نحكي هيك انه اكس كل ما عم بتقرب للتنين كنتيجه اف اوف اكس بقرب للثلاثة بنفس الطريقه كل ما الاكس عم بتقرب للتنين بس من جهه اليمين من جهه اليمين معناها انا عم بقرب من يعني معناها قيم الاكس اكبر من التنين بشوي من اليسار معناها قيم الاكس اقل من التنين بشوي تمام فانا كل ما هون عم بقرب تمام يا جماعه اخر شيء هون كنا حكينه كالتالي انه كل ما انا عم بقرب من القيم اللي هي اكبر من التنين بشوي زي هاي القيم 2.5 2.1 F2.01 و-F2.001 هذه كلها هون من وين عم بتقرب؟ من التنين هاي القيم اللي جوا الاف اللي هي قيم الاكس كل ما هذا الاف كلياته على بعضه لوين كان يقرب؟ كان يقرب فعليا للثلاثة ليش؟ هاي بلشنا بأربعة صرنا 3.2 صرنا 3.02 صرنا 3.002 ولسه لو هون أخذت مثلا كمان أصفار زي هيك 2.00000 مثلا بديها 1 برضه هذا رح يقرب أكثر لا الثلاثة فبنستنتج انه هاي الارقام كلياتها اللي هون بتقرب للثلاثة هلا هاي الارقام اللي هي 4 3.2 and so on هاي الارقام هي فعليا عبارة عن ايش عبارة عن قيم f of x بينما هاي اللي جوا هون هي فعليا عبارة عن x فبنحكي كل ما الx عم بتقرب من الاثنين كل ما f of x عم بقرب من الثلاثة ولكن عشان نكون دقيقين اكثر شوي انه كل ما الx عم بتقرب للاثنين من جهة اليمين هيك بنحكي من جهة اليمين بحط شرط الموجب بهذا الجانب للتنين تمام لما احنا القيم اللي عندنا عم بتقرب للتنين اف الاكس عم بتقرب للثلاثه ايش منير من اليسار نفس الشيء صح بالضبط لو بدنا لليسار بقيم هاي الموجبه وبحط هون السالب تمام بهالشكل هذا اوكي يا جماعه هلا الفكره اللي بدي اوصلها انه انا ما قدرت اني احسب القيمه اللي بالضبط لهذا الرقم اللي هو 2 من خلال الفانكشن لانه طلعت عندي كميه غير معينه لكن اخذت قيم قبل شوي قيم بعد شوي قدرت اني اتوقع تمام قدرت اني اخمن انه اف 2 حتكون بتساوي 3 تمام هذه هي كل الفكره من الليمت الليمت انه انا في عندي فانكشن معرف على فتره معينه في عندي قيمه معينه اللي هي مثلا الاي احنا بنسميها هذه الاي لما اعوضها باف ما بتعطيني قيمه لها ممكن تعطيني مثلا 0 على 0 اللي هي كميه غير معينه انا بصير احكي طيب بديش هاي الاب حد ذاتها باخذ شوي قبلها باخذ شوي بعدها هذول الارقام اللي قبلها والارقام اللي بعدها لما اعوضهم باف راح يقتربوا من رقم جديد راح نسميه ال تمام هذا ال فعليا بيكون هو عباره عن الجواب لهاي الليمت تمام هذه هي الفكره من الليمتس حدا يا جماعه عنده اي سؤال عندهم انا هسه فتت شرحت شيء غير هذا لا لا بس هذا يا محمود تمام تمام يا جماعة حد عنده أي سؤال قبل ما أروح للتوضيح من ناحية الرسم كله تمام أوكي يا جماعة هاتوا أنا وياكم نروح هلأ لرسمة ونشوف كيف لو نيجي إحنا نحكي عن الرسم تكريم تمام آخر إشي بس هون بحكي تكريم إنه الفكرة كالتالي أنا في عندي دائماً f of x تمام في عندي function معين بغض النظر إيش هو بحالتنا قبل شوي كان عبارة عن rational function وهذا function أنا جيت أحسب القيمة تاعته عند رقم معين اللي هي مثلاً f of a طلعت مثلاً معي 0 على 0 هل هذا الحكي معناه إنه هاي القيمة فيش إلها جواب مثلاً أو مثلاً كمية غير معرفة زي ما حكيته البداية فعلياً لا
هاي احنا بنحكي عنها اللي هي indeterminate undeterminant اللي هي value، كمية غير معينة. تمام، هاي الكمية في إلها جواب، ممكن يكون في يعني ممكن يكون في إلها جواب، في احتمالية انه يكون في إلها جواب. عشان اعرف هذا الجواب شو بحكي، بديش اخذ الاي بحد ذاتها، يعني انا لما عوضت الاي اعطاني 0 على 0، طيب بعوض قبل الاي بشوي وبعوض بعد الاي بشوي. تمام، لما اعوض قبل الاي بشوي هذول القيم كلياتهم رح يروحوا للصورة. يعني لما مثلا انا يكون هون عندي زي هون قبل شوي كانت 2، قبل 2 مثلا عوضت 0.9، لما انا اخذ هون اف ال 1.9 رح يعطيني رقم معين. تمام، هذا الرقم رح يكون جدا قريب على اللي هي ايش قيمه التنين لما انا اعوض التنين. هذا الحكي بشكل عام، هذا هو هيك فعليا مفهوم الليمت بشكل عام. تمام، نفس الطريقه بعوض مثلا ارقام بعد التنين بشوي، مثلا زي 2.1، لما اخذ اف لل 2.1 هاي برضه رح يطلع معي قيم رح تكون جدا قريبه على قيمه اللي هي اف التنين اللي انا بدي اياها. هلا هذا الحكي كلياته اللي احنا لسه عم نحكيه حكي بجد مش كتير مفهوم، بس هذا هو مفهوم الليمت، انه انا مش عم بقدر اخذ القيمه لهذا الرقم بالضبط، فلا بروح باخذ الجوار تاعتها. تمام، يعني شو يعني زي كنا جيران. تمام، انه باخذ جيرانها من اليمين وجيرانها من الشمال، اقرب الناس إلها، اقرب الارقام للرقم اللي انا عندي اللي هو عباره سرعه 2. تمام، باخذ الجيران او الارقام اكثر شيء القريبه على التنين هاي. اوكي، هلا هاي القيم راح تعطيني الصوره لما انا هون اعوض اف لهاي القيم اللي انا اخذتها سواء من اليمين او من الشمال، راح تعطيني الصوره، صوره هذا الرقم. الصوره لهذا الرقم راح تكون كتير قريبه على صوره التنين، فبالتالي بقدر اعرف اف التنين من خلال اللي هي الجوار تاعونها او اللي هم الارقام اللي حواليها القراب منها. تمام، خليني اروح بس للرسم شوي ممكن تكون اوضح، ما بعرف، ونشوف اذا جد ممكن الشيء يكون اوضح او لا. هاي تاني مره يا جماعه، الفكره كالتالي، ان انا في عندي زي هاي الرسمه، هاي الرسمه هي رسمه لفانكشن معين اللي هو f(x). هذا الاف اوف اكس انا بدي اشوف ايش، بدي اشوف الليمت عند الاي. تمام، عند هذا الرقم اللي هو عباره عن الاي. لو اجيت اعوض مثلا الاي غالبا راح تطلع مثلا معي 0 على 0، في عندها مشكله. تمام، هاي الاي في عندها مشكله معينه، فايش باجي بحكي، ما باخذ الاي هاي بالضبط. لو اجيت اخذت مثلا زي فتره حواليها، تمام، يعني قيم اكبر من الاي اللي هم هدول وقيم اقل من الاي، هدول اللي هم اللي على يمين الاي وهدول هم اللي على يسار الاي اللي كنا نحكي عنه قبل شوي، انه A او الاكس عفوا تقترب من الاي من جهه اليمين، معناها انا بحكي عن هدول القيم. لما احكي الاكس تقترب للاي من جهه اليسار، معناها انا عم بحكي عن هدول القيم اللي هم قبل الاي بشوي. تمام، هلا باجي بحكي هاي انا مثلا القيم اللي بدي اخذها للاي، هدول هم القيم اللي حوالين الاي اللي بدي اخذهم. شو باجي بحكي هلا هون، لو مثلا بدي اخذ هاي القيمه اللي هون، شو صورتها؟ بطلع بهالشكل بوصل عند الالكترون، صح؟ فصورتها بتطلع هون بهذا المكان. لو اجيت مثلا اخذت قيمه بعد الاي، اخذت هاي، بطلع عند هذا الفانكشن وبنوصل احنا لعند هون، تطلع صورتها بهذا المكان. فعليا هلا لو اخذ انا اي رقم بهذا الفتره واشوف ايش هو صورته، لو مثلا اخذنا كمان قيم كالتالي بهالشكل وبهالشكل، شوفوا كل ما انا عم بقرب للاي اكثر، شو بتلاحظوا؟ انه القيم اللي على الواي اكسس عم بتقرب للال اكثر. تمام، كل ما انا بالاكس اكسس عم بقرب حوالين الاي، كل ما القيم بالواي اكسس عم بتقرب حوالين الال. تمام، طبعا هون اللي هو لما نحكي على الواي اكسس معناها احنا عم نحكي عن الصور اللي هي اف اوف اكس. فبالتالي هاي هي الفكره بالضبط، انه انا الاي نفسها مش عارف ايش هي قيمتها، عم باخذ قيم حواليها بحيث انه صوره هاي القيم راح تكون قريبه جدا على صوره اللي هي الاي. فبالتالي بقدر استنتج بعض الحالات، يعني بنشوف هلا كيف بدنا نحل، انه الليمت لاف اوف اكس لما اكس تقترب للاي، هيك الليمت لاف اوف اكس ابروتشز الاي بتساوي ال، وهذا هو مفهوم الليمت، هذا هو فعليا المفهوم الليمت. تمام، لاف اوف اكس للالكترون اف اوف اكس اللي هو انا عندي هاد، لما اكس ابروتشز اي، لما الاكس ابروتشز اي معناها لما الاكس تكون قريبه من الاي او كلوزر للاي. تمام، كلوزر الاي او كلوزر از انف للاي اللي هي انه تكون كثير قريبه لهي الاي، ساعتها ايش بده يكون الفانكشن ككل. تمام، الفانكشن ككل ايش بتكون رايحه صورته؟ بتكون رايحه صورته عند ال. تمام، هذه هي الفكره بالضبط، كل ما كانت الاكس قريبه على الاي، كل ما كانت الصوره لاف اوف اكس يعني صوره الاف كلياتها قريبه على ال اللي هو الرقم هذا ال. تمام، هذا هي مفهوم فعليا الليمت. حدا يا جماعه عنده اي سؤال عندهم؟
أي سؤال؟ أوكي. هلا خلونا نشوف إشي بنسميه اللي هو ال one-sided limit. تمام؟ بدنا نروح على إشي بنسميه ال one-sided limit. بحكي لي definition زي ما شايفين إنه إحنا بنكتب مثلاً ال limit هي هيك بكتب لكم هي بشكل أوضح ال limit ل f of x as x approaches ال a من جهة مثلاً اليسار اللي هي هون بنحط إشارة الماينس بتساوي l. شو معنى هذا الحكي؟ المعنى اللي صرنا ساعة بنشرح فيه هو نفسه. تمام؟ المعنى كمان هو نفسه. إنه أنا في عندي A باخذ القيم القريبة لهي الـ A، تمام؟ وبشوف الفانكشن ككل من وين بقترب، اللي هو المفروض يقترب من عند الـ L. لكن هلأ لما أنا أحكي لك X تقترب للـ A من جهة اليسار، إذا هذه هي الـ A، فأنا عم بقول لك بس خذ القيم للـ X بهاي الناحية. يعني جميع القيم للـ X اللي بتقترب من الـ A واللي بنفس الوقت أصغر من الـ A، تمام؟ جميع القيم اللي بتقترب من الـ A وبنفس الوقت أصغر من الـ A. إذا هاي الـ A مثلاً 2 فأنا عم بقول لك خذ هاي القيم مثلاً زي 1.9 زي 1 مثلاً 0.99 and so on. لما أنا عم بحكي لك مثلاً limit ل f of x as x approaches الـ A من اليمين، معناها أنا عم بقول لك خذ هلأ هاي القيم اللي هي بعد الـ A. فإذا إحنا عم نحكي عن الـ A بتساوي 2، معناها أنا مثلاً باخذ 2.01 أو 2 مثلاً 0.0001 مثلاً بهالمفهوم هذا. ففعليا الـ one sided limit هو عبارة عن الجزء، يعني جزء من اللي كنا نحكي. تمام؟ أنا بحكي إن الـ limit في الـ x لما x تقترب الـ L من اليسار بتساوي L، إذن the limit of f of x as x approaches الـ A from left، تمام؟ من جهة اليسار، أو اللي هي قيم الـ x اللي أقل من الـ A. أوكي، فعنا definition جدا مهم واللي هو كالتالي، إنه الـ limit لـ f of x لما x تقترب للـ A as x approaches الـ A بتساوي L، هاي العبارة ما راح تتحقق إلا لما يتحقق هذا الشرط. إيش هو هذا الشرط؟ إنه الليمت لف الإكس لما الإكس تقترب للأ من اليمين هي نفس هالليمت لما ف الإكس تقترب للإكس من جهة اليسار بتساوي رقم معين اللي هو عبارة عن الـ. تمام؟ فإذن إذا أنا عندي هلأ سؤال معين وحكيت لك احسب لي الليمت لف الإكس لما إكس تقترب للأ من جهة اليمين وطلعت مثلا معك L، وقلت لك احسب لي الليمت لف الإكس as x approaches الـ A من جهة اليسار وطلعت معك L، تقدر بعد هدول الخطوطين تحكي لي إنه الليمت لـ f of x as x approaches الـ A بشكل عام سواء من اليمين أو من اليسار بتساوي L. هذه هي الفكرة من هذا الديفينيشن. تمام؟ وبنفس الوقت إذا أنا عم بعطيك وإذا أنا عم بحكي لك إنه الليمت لـ f x لما الـ x تقترب للـ A بتساوي L، معناها أنا إيش عم بحكي لك؟ إنه الليمت ل f x لما x تقترب للـ A من اليسار بتساوي L، ولما x تقترب من الـ A كمان بتساوي L. تمام؟ إذن يا جماعة تاني نروح اليسار. إيش هو؟ يعني النهاية من اليمين بتساوي من النهاية من اليسار بتساوي الصورة. لا 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 لا, لا منير لا، الصورة شيء تاني لسه، هذاك جايين بالاتصال continuity هذيك. تمام؟ هلا انسانة من الصورة تاعتها. إحنا لا بس عم نحكي عن الـ limit. تاني مرة يا جماعة، إذا الـ limit لرقم معين اللي هو A من اليمين بتساوي الليمت لهالرقم نفسه من الشمال وبتساوي رقم معين اللي هو عبارة عن ال، بنحكي انه هاي الليمت موجودة، بنحكي عنها exist، وايش مالها بتساوي قيمتها ال. وبنفس الطريقة اذا انا اعطيتك هاي ها بشكل عكسي، يعني اذا انا اللي اعطيتك هاي اللي هي لما الليمت لف الاكس لما اكس اكتر ال بتساوي ال، هذا بعطيك دليل قطعي انه ايش ماله، انه الليمت لف الاكس لما اكس اكتر ال من اليسار بتساوي ال، وكذلك الليمت لف الاكس لما اكس اكتر ال من اليمين بتساوي ال. إذا ما تساوي يا بطينة أكيد بنحكي عنها إنها does not exist. يعني إذا هاي مثلا طلعت معي L1 وهاي مثلا طلعت معي L2، معناها هذا الشرط ببطل يتحقق. نحكي هلا هون عن الليمت إنها does not exist بهالطريقة هاي، ورح نشوف أمثلة على هذا الحكي. أوكي يا جماعة، في حد عنده أي سؤال عند هون؟ بعرف الإشي اللي عم نحكيه بجوز لسه شوي غريب عليكم لأنه كليات رموز برموز، بس هلا شوي إن شاء الله ورح نبلش نحل بأرقام. حد عنده أي سؤال عند هون؟ تمام، في عندنا هلا هذا المثال. تمام، في عندنا هلا هذا المثال وبحكي لك the graph of the function g is shown. تمام، هذا الجراف اللي هو انا معطيكم اياه تحت هو الجراف للجي، بقول لنا use
use it to state the value. هنا كاتب لي بين قوسين if they exist or the following. تمام؟ هاي هون يا جماعة تاني مرة. بحكي لي إنه هذا اللي أنا معطيك إياه هون هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن الجراف للجي. تمام؟ هيا معطيكم الرسمة وحكتب لكم عليها اللي هي جي أوف إكس. هلأ بدي أسألكم على شوية مطالب. تمام؟ في عنا شوية مطالب اللي هي كلها تتعلق بالليمتس. من خلال هاي الرسمة بدنا نشوف إيش قيمة هاي الليمت. خلونا نبلش بأول واحد، أو خلونا نبلش بأول مجموعة مع بعض. الـ A هي عبارة عن إيش؟ الليمت لـ G of X as X approaches 2 ومن جهة اليسار كم بتساوي؟ B الليمت برضو لـ G of X برضو as X approaches 2 ولكن من جهة اليمين بتساوي، و C الليمت لـ G of X as X approaches 2 شو بتساوي؟ تمام؟ هذه هي الفكرة عندنا حاليا. يلا يا جماعة من ناحية الرسم الأولى أجاوب. تفضل يا محمود. من الأولى لما تقترب من 2 من جهة السالب من جهة اليسار هي صورتها 3. 3 ممتاز. خلونا نوقف هنا شوي يا جماعة عند ما حكالنا يا محمود ونشوف ليش 3. هلأ بداية شو باجي بحكي؟ بداية أول إشي بطلع أنا على هاي الإكس تقترب من أي رقم؟ من 2. بحكي هي 2 تمام؟ ولو إن كبرنا هاي هي بس هيك 2 هاي نعتبر إن هذه هي نقطة هي عبارة عن 2. شو بده من اليسار ولا من اليمين ولا مش محدد لي؟ هذا اللي أسأله لحالي. من اليسار. يسار. من اليسار معناها أنا هذا هون هذا الجزء اللي أنا عندي اللي هي القيم اللي قبل 2 حكينا. من اليسار معناها القيم اللي بتقترب من 2 ولكن أصغر منها. باجي هلأ بأخذ مثلا قيم أصغر من 2 وبتقترب منها اللي هي مثلا زي هاي القيمة، برفع خط فيها لفوق لوين بتروح؟ لعند الثلاثة. لو مثلا أخذت كمان قيم لعند الثلاثة، كمان قيم لعند الثلاثة، تقريبا كلهم بروحوا للثلاثة أو يعني تقريبا للثلاثة بروحوا. تمام؟ فبالتالي الليمت لجي أوف إكس لما إكس تقترب الثانية من اليسار بحكي إنها عبارة عن 3. طيب لو أجينا هلأ أخذنا الليمت لجي أوف إكس لما إكس تقترب الثانية من جهة اليمين، باجي بحكي لحالي الأشياء بالضبط. نحكي بس نفس إيش الأشياء لأنه أنا هاد أول مثال فحابب أن أوضحه بالتفصيل. 2 نفس الإشي هاي 2 من اليمين، إذن بأخذ القيمة الموجودة هون. طيب بأخذ أي قيمة موجودة هلأ هون برفع هذا الخط عندها، هذا الخط وين بقابل الواحد؟ مثلا هي هيك كلهم تقريبا بروحوا لوين؟ لعند الواحد. إذن بالتالي هاي اللي ما بكون جوابها واحد. طيب إذن الليمت لجي أوف إكس أتول اللي هي لما إكس تقترب للتنين ككل من اليمين أو من اليسار شو بتساوي أو شو بتطلع؟ 2 يعني الأخيرة 3 هاي اللي هي سي. بدي شو في رأسي بتاع جواب؟ does not exist صح؟ does not exist 3 و1 غير موجودة. هاي هذا هون sense إنه الليمت لجي أوف إكس لليمين لا تساوي الليمت لليسار بتساوي 3 لا تساوي 1 واللي هو نفس عبارة عن الليمت لجي أوف إكس as X approaches 2 من جهة اليمين. تمام؟ لأن الليمت لجي أوف إكس لما إكس تقترب للتنين من جهة اليسار بتساوي 3 ما بتساوي الليمت لجي أوف إكس لما إكس تقترب للتنين من جهة اليمين اللي بتساوي 1، فبالتالي بتطلع كتوتال كل بعضه does not exist. ممتاز. نيجي هلأ ناخد اللي هي الليمت، هي هون نعتبر هذا فرع دي الليمت لا جي أوف إكس as X approaches 5 من جهة اليسار إي الليمت لجي أوف إكس as X approaches 5 من جهة اليمين and F اللي هي الليمت ل جي أوف إكس as X approaches 5 بشكل عام شو بتساوي؟ يلا يا جماعة همتكم. من اليمين 5 من اليمين اليسار تطلع شوي شوي مير إيش من اليمين هاي من اليمين من اليمين 1 متأكد؟ هاي بنروح لعند هون النقطة اللي مسكرة صح؟ لا بنروح لعند هون
شو دخل النقطة المسكرة؟ هاي صورة المغلق اللي هي صورة الخمسة. أنا ليش بصورتها؟ أنا بدي أشوف من جهة طبعاً هاي الخمسة. واحد ونص. بس شوي منير أساساً هاي الخمسة يعني هاي المغلقة صورة الخمسة تمام؟ لكن أنا عم بقولك خود على يمين الخمسة يعني أساساً أنا مش عم بقولك خود الخمسة تمام؟ فصورة اللي على يمين الخمسة فعلياً لفوق بتطلع تنين. واحد تنين. فهاي فعلياً بتطلع. نعم. ومن اليسار قديش بتطلع كمان يا جماعة؟ كمان تنين. فإذا كم محصلة؟ تنين تنين. طبعا هي من اليسار هون باخذ مثلا هذا هاي النقطه بطلع فيها لعند هذا الفانكشن وبروح فيها لعند محور الصادات برضه كلياته بيجي عند التنين هون. فبالتالي الليمت لجي اوف اكس لما اكس اكثر من التنين من اليسار عفوا الخمسه من اليسار تنين الليمت لجي اوف اكس از اكس ابروتشز الخمسه من اليمين كمان تنين. هذول التنتين ها هذول التنتين سنس انه الليمت لجي اوف اكس as x approaches الخمسة من اليسار بتساوي الليمت لg of x as x approaches التنين من جهة الخمسة عفوا من جهة اليمين وبتساوي خمس بتساوي تنين يا ربي بضل أخرب بيناتهم بتساوي تنين. نقدر نحكي هلأ هون إنه الليمت لg of x as x approaches الخمسة بشكل عام إنه هي عبارة عن تنين. لعند هون يا جماعة في حد عنده أي سؤال لعند هذا الموضوع؟ بدي أسأل عن النقطة المغلقة. تفضل يا منير. هي صورة صورة الخمسة صح؟ صحيح. قديش تطلع نفسها؟ لا هي صورة الخمسة يعني هي هون خمسة وروح لعند هون هي أكتر من واحد فعليا الظاهر. واحد وشوي. هي أكتر من واحد بشوي بالضبط بس إحنا مش مهتمين نعرف القيمة تاعتها. طول ما أنا لساتني عم بتعامل مع ليميتس فيش إشي اسمه عندي صورة الإلكترون عفوا صورة الرقم تمام. أنا بس بهمني على يمين هالرقم على يسار هالرقم إيش صورهم. على اليسار. تمام ماشي. السلام عليكم. وديك يا رب. أي سؤال تاني يا جماعة؟ بالضبط يا ويام. طب هذا السماء له أكيد بتينا فعلين الترتيب هيك إنه أنا بالأول بأخذ الليمتس بعديها بروح على الكونتينيوتي اللي هو الاتصال بعديها بروح على الديريفاتيف اللي هو الاشتقاق تمام؟ هذا هو ترتيب بشكل عام اللي رح نمشي عليه. نفهم شو يعني الليمتس. الليمتس بيوصلونا للكونتينيوتي لانه الكونتينيوتي هي نفسها ليميتس بس في زياده عندي شرط يعني في عندي شرط زياده اللي هو عباره عن الصوره وهذا اللي انتم عم تحكوا عنه هلا. بعدها بروح على الديريفاتيف لانه الديريفاتيف بتتطلب انه الفانكشن انا عندي مثلا يكون متصل تمام. فهذا لساته التسلسل شوي شوي جايين له ان شاء الله بس مبدئيا نخلص مفهوم الليميت. اوكي يا جماعه اي سؤال ثاني؟ اوكي لو عند هون يا جماعه احنا بنكون يعني فهمنا مفهوم الليميت كمفهوم بحد ذاته من ناحيه الرسم وكمان حتى من ناحية جبرية نوعا ما حكينا عنه شوي. إن شاء الله بالأشياء اللي بعد رح برضو نحكي شوي عن الليمتس بشكل عام بس مش الليمتس يعني اللي هلأ عم نحكي عنها نفسها يعني هلأ بتشوفوا كيف قدام شوي وبالسكشن اللي بعده رح نحكي عن الليمتس هاي كتير 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 فمش مشكلة. مبدئيا حنطفي وشو اسمه نرجع بعد 10 دقايق نيح؟ بعد 10 دقايق نرجع يا جماعة. يعطيكم العافية.